والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك
إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين
ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء إدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء إدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء إدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيه
أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله
إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك
إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك
إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيه
أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم والكتاب المبين